تزخر ولاية بجاية بمناظر طبيعية تسحر الأنظار وتمتع الأعين بامتزاج زرقة البحر واخضرار الغابات والجبال الشامخة، ناهيك عن المعالم التراثية التي تستقطب أعدادا هائلة من السياح من جل ربوع الوطن وحتى الأجانب والمغتربين الذين أولعوا بثروة المنطقة وطبيعتها التي تنعش النفوس عبر شواطئها الممتدة على مسافة 120 كيلومتر طول الساحل البجاوي من كاب سيغلي بالجهة الغربية إلى ملبو بأقصى الساحل الشرقي للولاية. إلى جانب السياحة البحرية التي أكسبت الولاية شهرتها، فإن السياحة الجبلية أصبحت مع مرور الوقت قبلة للعديد من الفضوليين والسياح بالنظر إلى ما تفرزه من أجواء استجمامية بعيدة عن ضوضاء المدينة. أجمل المواقع السياحية التي تتوفر عليها ولاية بجاية نجد الحظيرة الوطنية لغورايا والتي تتوفر على محمية طبيعية متكاملة تمتد على مساحة كبيرة فوق مرتفع جبلي تحتوي على ثروة غابية معتبرة على رأسها كاب كربون ذو المرتفعات الصخرية التي تمثل ديكورا منحوتا يطل على زرقة البحر ومنارته التي تعتبر من أكبر منارات العالم. رغم كل هذه المؤهلات إلا أن الوافدين إلى هذه المواقع يكتشفون أيضا مدى الإهمال الذي طال هذه الكنوز الطبيعية، فبالإضافة إلى الانتشار الرهيب للقذورات في كل مكان وبكل أنواعها على رأسها قوارير الجوعة والخمر، فإن وضعية المسالك التي تربط بين تلك المواقع السياحية أضحت هي الأخرى تهدد سلامة السياح وتعرض حياتهم للخطر. على غرار الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها الممر الجبلي الذي يربط بين كاب كربون والزيغواط بالحظيرة الوطنية لغورايا جراء تساقط الحجارة وانزلاق جوانب هذا الممر، الأمر الذي تسبب في تشكل ثقوب وفراغات وسط الطريق، كما تفتقد العديد من المقاطع بهذا المسلك إلى حواجز سلامة، الأمر الذي يهدد سلامة السياح ويعرض حياتهم للهلاك، لأن الوضع جد خطير، فإن تدخل المعنيين أضحى أكثر من ضروري من أجل إصلاح هذه الممرات التي يستعملها الآلاف من السياح، حيث يبقى أملهم معلقا في تحرك المعنيين لترميم المكان ووضع حواجز واقية لتفادي سقوط الزوار من المرتفعات الجد العالية.